يقول أنا أقوم الليل ولكن أحيانا لا أحس بلذة العبادة، فما الحل؟ هذه مصيبة الجميع، هذه يشترك فيها كثير من الناس. الفرائض التي على الإنسان أن يعنى بها، كثير من الناس لا يخرج منها بشيء، فضلا عن أن يخرج بالعشر أو بالربع، يدخل في المسجد ويخرج كأنه داخل مقهى، ما يحس بأدنى تحرك للقلب. وسببه التخليط في المكاسب والإكثار من الفضول، هذا هو السبب، والله المستعان. فالإنسان أن يحرص ويحرص على تدبر ما يقرأ ويتفكر ويحضر قلبه بقدر استطاعته، ويصدق اللجأ إلى الله جل وعلا في أن يحيي قلبه.